هل تريدين شعر طويل قوي صحي؟ هل تعبت من كل المحاولات الفاشلة في تطويل الشعر وتريدين الحل الأفضل حول كيفية تطويل الشعر بسرعة، سواء كان شعرك مجعد أو أملس؟ فقط اكملي الفيديو حتى النهاية، لأنني فعلاً سوف أقدم لك عن ما هي أفضل الطرق في تطويل الشعر وأفضل الزيوت الطبيعية المناسبة لشعرك وأفضل المنتجات التي تساعدك في نمو الشعر والكثير من الأمور التي تجعل شعرك أطول. مرحبا، أنا سارة، باحثة في مجال التجميل والموضة للنساء وصانعة محتوى. تطويل الشعر بالنسبة لي كان أمر مشوق جدا، وبدات تجربته وأخذ مني فترة طويلة، حيث قد بحثت حول هذا الموضوع واستفدت الكثير من رأي الخبراء في هذا المجال، حيث إن بعضهم جربت ما قاله لي ولم ينجح الأمر معي في طريقة تطويل الشعر مثل ماء الأرز والكثير من المنتجات التي استعملتها، لكن لم تجدي نفعا وقد ضيعت الكثير من الأموال لهذا الأمر. ولكن الأمر تغير فجأة، لأنني عرفت بعد ذلك أن المشكلة ليست في المنتجات أو أخصائي الشعر، بل المشكلة أنني كنت أجرب أشياء غير مناسبة لنوعية شعري. ولذلك ما يجب عليك معرفته إنه ليس أي منتج أو وصفة ناسبة فئة معينة يمكنها أن تناسب شعرك. والآن لنبدأ الإجابة عن السؤال: ما هي أفضل الوصفات لتطويل الشعر؟ دعني أشرح لك. أمر مهم جداً أن السبب في عدم نمو الشعر وزيادة طوله متعلق هو التقصف، وعند معالجة التقصف سوف شعرك يزداد طوله، والوصفات الخاصة بتطويل الشعر لها دور مهم في لا تتخلصي من مشاكل الشعر، من بينها التقصف. وحسب خبراء الشعر فإن الوصفات تعالج الشعر، ويوجد نوعين من العلاج، وهما: واحد، العلاج البروتيني، ويحتاج إليه بكثرة الشعر الأملس، لأنه يفقد البروتينات الموجودة في الشعر بسرعة فيتقصف. وليس ذلك فقط، بل إن العلاج البروتيني أيضاً يحمي الشعر من التلف عند صبغه أو وضع مواد كيميائية على شعرك. ويوجد وصفات كثيرة جميلة جداً، لكن اعتبر أن أفضلها هي في أناء ضعي زيت الزيتون مع حبة بيض، ثم ضعيه على شعرك لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة. وبالنسبة لهذه الوصفة البروتينية يجب أن تستعمليها مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع بالنسبة للشعر الأملس، لكن الشعر المجعد يمكنك استعمال هذه الوصفة مرة في الشهر أو مرتين في الشهر، أو عندما تريدين حماية للشعر. 2. العلاج بالزيوت، ويحتاج إليها الشعر المجعد، فكلما كان مجعد أكثر يحتاج إلى العلاج بالزيوت بكثرة، وإن العلاج بالزيوت يساعد على تغذية الشعر ومنعه من التقصف، وأيضا يعمل على ترطيبه. وما تحتاجين إليه هو أن تعلمي المسامات الخاصة بشعرك، فإذا كان شعرك ذو مسامات منخفضة فإن شعرك يحتاج إلى زيوت سهلة الامتصاص داخل الشعر مثل زيت أو زيت الأرغان. أما إذا كان ذو مسامات متوسطة يمكنك أن تستعملي زيت الجوجوبا أو زيت الخروع. أما الشعر العالي المسامات فيمكنك أن تستعملي زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا. ضعي الزيت على شعرك لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك. استعملي هذه الوصفة مرة في الأسبوع. 3. علاج الأطراف. الأطراف أو نهاية الشعر يجب أن تعلمي أنها تحتاج إلى عناية. دعني أشرح لك. أمر مهم جدا مع أطراف الشعر، فعلاجه يكون بكريم الشعر، أو يمكنك استعمال زيت جوز الهند. وهذا يعني أنه عندما تنتهين من غسل شعرك وتنشيفه جيدا من الماء، ادهنيه بكريمة خاصة بالشعر عند الأطراف. فإذا كان شعرك ذو مسامات عالية عند الأطراف فيحتاج أن تدهنيه بكريم مرطب خاصا بالشعر كل يوم أو كرتين إلى 3 مرات بالأسبوع لكي لا يتقصف. أما إذا كان شعرك ذو مسامات منخفضة أو متوسط المسامات فلا يحتاج إلى الترطيب عند أطراف الشعر، فقد قومي بترطيبه مرة في الأسبوع.